القيادة هم داعمين لجميع المواطنين، يدعمون جميع الكفاءات. المرأة مواطن، الدستور جلالة الملك ساوى بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، فهم داعمين رئيسي للكفاءات. هذه يسجل في التاريخ، فإحنا هذه سعادة وفرحة ومسؤولية من أول يوم، وإحنا يعني ابتدينا يعني نفكر لبعيد. كل خططنا ومشاريعنا وأهدافنا ورؤيتنا تتماشى مع الرؤية 2030. أنا لما اتصلوا لي كنت في سايت عندي كشف، فما تتخيل يعني سعادتي إن هذا لما سمعت خبر تكريمي، لأنه كان حلم كل سنة يصير تكريم للكفاءات البحرينية من قبل من لدن جلالة الملك في هذا اليوم المجيد، اليوم الوطني. كنت أتمنى أن أكون واحدة من المكرمات، فلما اتصلوا لي غمرتني سعادة لا توصف. يعني الحين لما لو قلت لك، مهما قلت لك من مشاعر السعادة، ما بوصف السعادة اللي حسيت فيها.